مساء الخير. أحمد محمد عبد الرحمن الهوان ورفعت علي سليمان الجمال، بطلين من أبطال مصر اللي قدموا تضحيات كتيرة حفاظا على تراب هذا الوطن. الاسمين دول ما كانش كتير مننا هيعرف تفاصيل سيرتهم ومسيرتهم إلا من خلال العملين الخالدين، دموع في عيون وقحة اللي تقدم سنة 1980 بطولة الزعيم عادل إمام، ورأفة الهجان اللي تعرض للمرة الأولى في عام 1987 وكان طبعا بطولة النجم الرائع الراحل محمود عبد العزيز. عملين فضلوا محفورين جوه ذاكرة المصريين وفضلنا نحكي سنين وسنين بسيرة أصحابهم، لكن للأسف فضلت الدراما الوطنية والبوليسية فضلت مختفية سنين طويلة لحد ما حصلت طفرة مؤخرا خلال السنين اللي فاتت لما تقدمت مجموعة من الأعمال الوطنية الملهمة اللي تفاعل معاها الجميع، زي هجمة مرتدة والاختيار بجزئيه، واللي ورانا وللمرة الأولى دراما حقيقية، دراما معاصرة علشان نشوف ونعيش نتائجها، لكن ما كناش أبدا نعرف حكاياتها بالتفصيل. علشان كده هنكون في حضرة الدراما الوطنية والبوليسية في مصر خلال الجزء الأخير من هذه الحلقة وحكايات 60 سنة دراما. مشاعر
مش جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي. النهارده في فقرة لا تذهب هذا المساء نتكلم عن المسلسلات الوطنية، عن تأثير هذه المسلسلات في تاريخ الدراما، وطبعا بيصحبنا في هذه الفقرة دائما الكاتب الصحفي الأستاذ محمد توفيق. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. أول ما بيتبادر للذهن في المسلسلات الوطنية والبوليسية مسلسل رأفت الهجان. طبعا ده طبعا ليه ذكريات مع كل المصريين، لكن هل فعلا هذا المسلسل شهد خلاف بين نجمين كبيرين يعني عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟ هو شهد خلافات، مش خلاف واحد. لأنه في الأول المسلسل ده ليه قصة كده غريبة شوية، أنه اتعرض على مين الأول؟ عادل إمام طبعا النجم الكبير بيقول اتعرض عليه الأول، والفنان الكبير محمود عبد العزيز بيقول اتعرض عليه الأول. هنا ده اللي حصل في الآخر، لكن في الأول إيه اللي حصل؟ في الأول أنه اتعرض على محمود عبد العزيز أولا، ثم بعد ما اتفقوا على كل حاجة ونتعمل مسلسل محمود عبد العزيز قاعد في البيت بيقرا الجرنان، لقى خبر انه مسلسل رأفت الهجان لعادل امام، وانه خلاص عادل امام اللي يعمله، وانه احتمال يتم تحويله الفيلم، وده اتنشر في جرنان الجمهوريه ساعتها باكبر ميزانيه في تاريخ الانتاج في الوقت ده. محمود عبد العزيز اتضايق، اتخض، ازاي يحصل كده؟ طب حتى كان يستاذني عادل امام، طب حصل يعني حصلت مشاكل كتير جدا، واتفقوا ان عادل امام خلاص اللي يعمله. بعد شويه وقت استاذ عادل اعتذر عن رأفت الهجان، فظهر العنوان ده، عادل امام يعتذر عن رأفت الهجان، ومحمود عبد العزيز ينقض الموقف. رجعوا تاني لمحمود عشان يعتذروا له، عشان يرضى يعمل رأفت الهجان. وساعتها المخرج يحيى العالمي هو يعني اللي تعامل مع النجم ده، والنجم ده فكره انه الوساطه ليه، انه وجهات نظر بقى فيه مشكله، وصالح مرسي، وتم تقريب وجهات نظر عشان يطلع المسلسل للنور. المسلسل طبعا كسر الدنيا اكيد يعني لغايه دلوقتي. صحيح هو يعني ترند سابق زمنه. لكن اللطيف في المساله انه هنا عادل امام وعقد رأفت الهجان هنا اتنشرت اخبار. ايه المقصود يعني بعقد رأفت؟ انه كان في يعني جماعه كارهي بقى الفنان عادل امام، ابتدت تسخن المساله اكتر، وقالت انه لما قرر يعمل زياره التاريخيه ليه لاسيوط اللي بيمثل فيها على المسرح هناك، ودي زياره عظيمه يمكن انا عندي ماتيريال كتير ليها، قالوا ان ده عشان يغطي على نجاح رأفت الهجان، لان رأفت الهجان كسر الدنيا، فخلى مفيش حاجه جنبه تظهر سنه 88، ف 88 كانت السنه تقدر تقول عليها سنه رأفت الهجان بامتياز يعني. بامتياز. طيب غير رأفت الهجان في المسلسلات الوطنيه اللي ماخوذه عن قصص حقيقيه من ملفات المخابرات المصريه، مسلسلات زي دموع في عيون وقحه، يعني بالاضافه الى طبعا رأفت الهجان، تاثير هذه المسلسلات كان عامل ازاي؟ تاثير جبار. الغريبه مش في تاثيرها بس في نفوس المصريين، الغريبه تاثيرها في نفوس العرب. يعني رأفت الهجان كان استاذ صالح مرسي، يمكن انا قعدت مع اسرته، كان المفروض هيتعمل جزء واحد بس مش اكتر من كده، وبعد ما خلصوا الجزء على اعتبار ان كده المسلسل كاملا بالمناسبه وخلص خلاص، واتعرض الجزء الاول كان 30 الجزء الاول اللي هو اللي هو سنه 88 ايوه اتعرض خلاص. سنه 89 لقوا انه ما ينفعش قدام الطوفان من الطلبات اللي من الدول العربيه، مش اللي من مصر بس، يعني الدول العربية كلها طلبت بعمل جزء تاني مسلسل واشتروه مقدما. يعني كان الناس عندها استعداد تراهن وتدفع فلوس في مسلسل لسه ما شافتش حاجة عنه، ما تعرفش حاجة عنه، عشان تعمل منه جزء تاني. فأستاذ صالح مرسي قرر يعمل يكتب الجزء التاني، راح سنة 90 اتعرض الجزء التاني، حصل انفجار تاني، راحوا قرروا يعملوا الجزء التالت. الغريب ان ما حدش لاحظ انه المسلسل ده اتغزل من الاول لاخر، كل مره بيتعمل عشان يربطهم ببعض من غير ما حد ياخد باله ان المسلسل كان انتهى وابتدى تاني. يعني المسلسل المفترض انه كان ابتدى وخلص، فبيرجع يبتدي ويخلص ويرجع يبتدي ويخلص،
فشغل الحقيقه يعني تقدر تقول عليه شغل معلمين كبار قوي 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 عشان تقدر. وده بيعكس يعني استقبال الناس لده بيعكس مدى اهتمامهم ومدى حبهم لهذا النوع من الاعمال. جدا جدا، خاصه ان كان جديد يعني. خد بال حضرتك، هو دموع في عيون وقحه كسر الدنيا سعاد الامام، جه ده اكد الفكره دي رافت لجان، وابتدت الاعمال الوطنيه تاخد طريقها ان هي تبقى موجوده في برامج وفي تلفزيون رمضان. لكن هي الطبيعي ان ده كان زي ما كنا يعني فكره انه اختراع جديد، هو كان اختراع جديد عمله استاذ صالح مرسي في التوقيت ده. هل يعني اسم صالح مرسي هو يعني الاسم الوحيد في رياده الاعمال الدراميه الماخوذه عن قصص يعني من ملفات المخابرات؟ هو طبعا الاول، يعني رايي الشخصي انه الاول والثاني والثالث، وبعد كده فكر لاسباب كتير. اولا لانه هو كان مع سر الخلطه، يعني زي ما بتقول ان في منتج ما مشهور بسر الخلطه، هو استاذ صالح مرسي الله يرحمه خد سر الخلطه وهو بيتوفى. لانه فكره انك تعمل عمل ملحمي، يعني انا عرفت من اسرته انه رفت لهجان كانت عباره عن ورقه واحده، يعني مش واخد ملف كامل لحد لشخصيه رفت لهجان خالص، هو واخد ورقه واحده بس نسج منها ثلاث اجزاء. وده الابداع. ابداع بصراحه يفوق الوصف، وانك ما تحسش لحظه بان المساله بتهرب من ده. يمكن ده كان 14 دوله عربيه بعد كده ابتدى ده بقى اللي بقول لحضرتك عليه، ابتدوا يشتروا المسلسل مقدما. بعدها يمكن هنشوف الصوره اللي بعدها هنلاقي انه يحيى العالم يقول رافت لهجان لم يكن جيمس بوند او رجل اخضر. ساعتها كان طبعا دي المنافسه. طبعا خد بال حضرتك ان دي المنافسه، ان ازاي قدرنا ندخل المنافسه دي. اللي بعدها ده البحار الذي غاص في عالم الجاسوسيه. طبعا هو عمل لنا اختراع جديد. فكره ادب الجاسوسيه ما كانش موجود في مصر الا مع صالح مرسي. هو اللي اصله، وهو اللي خلانا كمان نتذوق فكره انك وانت بتتفرج على العالم ده بتعيش معاه رحله وطنيه، بتعيش معاه اجواء فيها وبتتفاعل كمان جدا. انت كمان بتبقى مخضوض على البطل هيحصل له ايه، لانك يعني انت اولا دي قصه مش مشهوره، انت صحيح. من ملف المخابرات، فانت ما تعرفش ايه اللي هيحصل. صحيح. فانت مخضوض فعلا انه يتقبض عليه، انه يحصل له حاجه، انه يحصل له مشكله، انه يتعذب، انه لحد ما بينتهي المسلسل، فانت بتقعد اعصابك مشدوده حرفيا انت في البيت. خاصه انه كمان يعني رأفت الهجان كان مختلف شويه عن يعني جمعه الشوان. جمعه الشوان هو جمعه الشوان كمان كان في ميزه جميله جدا، انه كان الناس عارفه جمعه الشوان نفسه، يعني أيوه. كلنا قابلنا او يعني عدد كبير جدا منا قابل جمعه الشوان الحقيقي اللي هو احمد الهوان، وناس عرفته عن قرب في السويس، اغلب السويس قابلوه يعرفوه، وبالتالي فكان قريب انسانيا منهم. انما رأفت الهجان في حته ثانيه كان اقرب لفكره الملحمه. يعني ده كان مسلسل عظيم، لكن صحيح. دي ملحمه صحيح. يعني بس طيب احنا ملحمتنا في هذه الفقره انتهت عند هذا الحد، بكره ان شاء الله هنكمل في ملاحم اخرى وحكايات اخرى عن الدراما والصحافه. مكملين مع حضراتكم، شكرا طبعا استاذ محمد توفيق، ومكملين مع حضراتكم بقيه فقراتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. لما تيجي ترصد اي محور من محاور الفن هتلاقي ان في تشابك واضح بين الدراما والفن في اشياء كثيره، في نقاط كثيره. صحيح بيكون للسينما السابق بحكم التاريخ الاطول، بحكم حجم المنتج، لكن تحديدا في الاعمال الوطنيه هتلاقي ان الدراما ما يقلش دورها ابدا عن السينما، ان لم يكن افضل من وجهه نظر البعض. علشان كده هنحاول في هذه الفقره مع ضيوفنا ان احنا نتكلم عن الدراما الوطنيه، عن بدايتها، عن اهميتها، عن فترات الازدهار وفترات التراجع والاختفاء، عن الاختلافات بينها وبين المحاور الاخرى اللي بتقدمها الدراما. كل ده هناقشه مع ضيوفي المشرفين في الاستوديو، ناقده الفنيه الاستاذه علا الشافعي، اهلا بيك يا استاذه علا. ناقد الفني الاستاذ عصام زكريا، اهلا بيك يا استاذ عصام. اهلا بيك. في البدايه لو حبينا يعني نحط عنوان عريض، والسؤال ليك يا استاذه علا، عنوان عريض للدراما الوطنيه في مصر، نقول ايه؟
الدراما الوطنيه في مصر لو عنوانها عريض انا ممكن اقول فترات من الازدهار وبعدين الركود او الخفوت، يعني ممكن وده يتباين العنوان من فتره من مرحله لمرحله. اقصد ان احنا كنا في فتره تاريخيه مهمه في حياتنا بنقدر جدا تقديم اعمال من ملفات المخابرات المصريه، او على مدار ده انت بترصد بيها بطولات، البطولات دي بقى ليها دور حتى التحفيز ده، احساسك بالانتماء للوطن، انك بتعرف معلومات مهمه جدا ما كنتش تعرفها لان ملف يفضل سري. ويمكن ده ابتدى مع جمعه الشوان، عادل امام دموع في عيون وقحه، ايوه بالظبط، وبعد كده يعني تجسد بشكل وبمعنى اكثر، يعني انا بشوفه اكثر تاثيرا مع رأفت الهجان ونجاح المسلسل استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. فانا بشوف ان هنا كمان كان دور مهم جدا دور الكاتب اللي بيكتب، لان طبعا انك تشتغل على ملف من ملفات المخابرات كده كان بيحتاج يعني اكيد انك ماشي زي البهلوان كده ماشي على الحبل، ايه اللي بيتقال اللي ما بيتقالش المعلومات، فازاي تحول ده لدراما وشخصيات قدامك من لحم ودم تبقى انت بتتماهى مع بعض الشخصيات وتتاثر بيها للدرجه دي. بشوف ان ده كان يعني من اهم الناس اللي عملوا ده الراحل صالح مرسي. الحقيقه الى الان لم ياتي احد في موهبه صالح مرسي عشان في الملف ده تحديدا عشان يقدم هذه الدراما الحيه بهذا الشكل واللي هي بتترك تاثير على مدار الاجيال. يعني انا اقصد ان رأفت الهجان لو انت شفته من 20 او 25 سنه فاتوا فنفس التاثير حتى كمان نفس التاثير، يعني انا مثلا بظبط نفسي بعيط في نفس المشاهد اللي بعيط فيها في كل مره او بتاثر بتماهى معاها بنفس التركيب، وبنقعد نستنى المسلسل في اول اوقات اعاده عرضه. فده كان انا بشوف ان ده نوع من الاخلاص الشديد كان في الكتابه، وكمان الحريه اللي كانت يعني جزء قدر من الخطوط اللي هو متحاله هو عشان يصنع دراما ما تبقاش المساله مجرد معلوماتيه بحته. راي حضرتك برضو في نفس السياق شكل الدراما لو حبينا نوصف شكلها دراما الوطنيه نقول ايه يا استاذ عاصم؟ من ناحيه الاهميه طبعا هي يعني في غايه الاهميه، لكن هي برضو اشبه بالسير على الحبال طول الوقت، يعني او رهان الرهان فيه عالي قوي، يعني العمل يا اما انه ينجح فبيحقق اهداف كبيره جدا او انه ما ينجحش فبيبقى الخساره برضو كبيره لان الرهان عالي فيها على عكس اي اعمال تانية. طبعا احنا الاعمال قليله، يعني بشكل عام نقدر نقول انها قليله اللي اتعملت، محتاجه ان يبقى في حاجات تانية، محتاجه قدر اكبر كمان من الحريه الدراميه، يعني الدراما تختلف برضو عن الاخبار او تختلف عن الكتابه بشكل عام، خاصه وانت بتتكلم لازم يبقى في صراع، لان دراما يعني صراع، لازم يبقى في يعني حتى جوه البطل نفسه مش بس صراع بين الخير والشر او بين العدو وبين الصديق، لا كمان لازم الصراع يبقى جوه الشخصيات نفسها، لانه اللي بيدي للبطل قوته هو انتصاره اولا على نفسه وقدرته على ان هو يتحول من مواطن عادي لبطل، زي ما بنشوف في العملين اللي هم الاكثر نجاحا اللي هم دموع في عيون وقح ورأفت الهجان. ازاي اتنين مواطنين عاديين جدا بيتحولوا ان هم يبقوا ابطال بالتدريج. هنا بنشوف عشان كده احنا بنتماهى معاهم وبنصدقهم وبنتعاطف معاهم وبيبقوا جزء من العيله او جزء من يعني ما بنحسش ان في مبالغات لان احنا شفنا رحله صعوده لان هو يبقى بطل. فهنا ده ساعات ما بياخدوش بالهم منه صناع الدراما الوطنيه انه بيبقى هو سوبر هيرو على طول مولود كده يعني. ايه الدور اللي ممكن تلعبه الدراما الوطنيه في مسألة الوعي؟ احنا دايما في الفترة الأخيرة بنقول احنا يا جماعة عايزين نزود الوعي عند الناس، عايزين نهتم بهذه القضية. طب الدراما الوطنية ممكن تعمل ايه؟ عموما اجمالا الدراما بشكل عام لها دور مهم جدا في زيادة الوعي، فما بالك لو الدراما الوطنية في ظل بقى الانفتاح اللي انت عايشه وكل المعلومات اللي بتصب في كل النواحي، فانت الحقيقي بتبقى محتاج ان انت يبقى في كده ليك مرجعية طول الوقت. المرجعية دي لها علاقة بوطنك، بهويتك، بأصولك، بما يبذل من جهد حتى عشان انت تحافظ على كيان على الوطن بتاعك اللي انت عايش فيه ده في كل يعني طبقا لكل كمان حتى المتغيرات اللي حواليك في العالم. فانا بقصد دورها مهم جدا، ولكن زي ما قال الاستاذ عصام كده هو انت ازاي بتصنعها، ازاي بتحس ان شخص طبيعي فجاه بقى هو البطل بتاعك او النموذج، فده بيخليك انت كمان في لحظه بتحس انت ممكن تتحول الى هذا البطل. فطبعا دورها مهم للغايه، ولكن الاهم
هو انت ازاي بتعمل المعلومه. فكره المباشره الشديده والالحاح على المعلومه او الرساله زي ما احنا بنقول اكتر من مره ممكن يعمل حاله يعني يبقى في بينك وبين فجوه بينك وبين العمل. ولكن كلما كان العمل اكثر اقدر اقول دراميا محبوك اكتر، الشخصيات زي ما استاذ عصام برضو قال في الصراع ما بين البطل وما بين هويته وما بين نفسه وما بين محاولاته بكل الاطراف اللي حواليه ان هو هيبقى هذا، هل هيقدر يقوم بالمهمه ولا لا، لان طبعا هي قايمه على الحاله دي. انا عايزه بس اقول لك ان انا يعني من الجيل اللي اتربى على رجل المستحيل، انا من الناس اللي كان بالنسبه لي ده يعني كان هو ده الشخص الهيرو. فكره الهيرو هي فكره جذابه طول الوقت انت بتدور عليها، فما بالك بقولك لو كان الهيرو ده هو شخص زيك شكلك يشبهك. فعشان كده مهم جدا انت بتوصل الرساله ازاي، ما بتعملش فكره ان المعلومه كانها ترمى كده او تلقى بشكل مباشر وفج، احيانا بتوصل المباشره الى حد الفجاجه، فده بيعمل حاله من النفور من الرساله الاعلاميه. ولكن لو انا عشان كده هيبقى المرجعيه عندي انا ما كنت بشوف رأفت الهجان، يعني كلنا المشهد ده اللي هو اتعمل على فكره، وفي ناس ممكن في حاجات كوميديه سخرت منه اللي هي مصر جابت لك الهدوم عرفت مقاسي منين ما عملها احمد حلمي، حتى بالمنطق ده الا ان تظل هذه المشاهد مؤثره للغايه. ما هو بيقول له رقبتي، يعني في جمل مش هننساها ابدا مثلا في رأفت الهجان. جميل جدا. ويمكن هذه النقطه تحديدا خلينا اسالك استاذ عصام، هو احنا يعني الابطال اللي على شاكله جمعه الشوان ورفعت الجمال او رأفت الهجان، يعني هل يعني الملفات خلينا نقول فيها الكثير والكثير من هؤلاء الابطال؟ يعني مثلا لغايه الان الحرب العالميه الثانيه انتهت من مش عارف من 75 سنه ولا اكتر، لغايه دلوقتي الروس مثلا بيعملوا افلام بتمجد ابطال عاديين برضو، ابطال يعني بسيطين. يعني الابطال موجودين والتاريخ موجود، واعتقد انه كان في سلسله طلعت عن ادب الحرب، يمكن ادب المخابرات كان في بعض الناس اللي كان عندهم حظ ان هم طلعوا على بعض الملفات ويعملوا منها شغل. وفي طبعا ملفات اخرى كثيره موجوده، وفي حكايات كمان من خارج الملفات عن ناس عاديين. لو اتكلمنا عن مثلا فتره المقاومه اثناء العدوان الثلاثي او اثناء حرب الاستنزاف، هنلاقي ناس كمان كانوا عاديين عندهم بطولات كبيره يعني. فاللي هيدور هيلاقي، لكن بيجي بعد كده المشكلة بقى نعمل ده دراما ازاي وننفذه ازاي، خاصة انه هذه الاعمال بتبقى محتاجة في التنفيذ حاجات كتير. يعني انتاجيا اولا، دقة تاريخية، تفاصيل بيعطيها المؤلف لشخصيات يمكن المعلومات اللي متاحة عنهم معلومات قليلة، فهو ازاي يديهم حياة بقى وازاي يديهم تفاصيل ممكن تختلف عن الواقع طبعا، لانه مش هيقدر يجيب تفاصيل حياتهم الحقيقيه يعني. لكن هو بيضيف عليهم لحم ودم ومشاعر وعلاقات وحاجه يعني، فده مهم جدا انه كمان يحصل شغل عليه، ما يبقوش مجردين، ما يبقوش نماذج مجرده، لا يبقوا شخصيات من لحم ودم. انا كنت يعني كان ليا الشرف ان ادير ندوه عن الدراما الوطنيه لما كان على هامش مهرجان القاهره السينمائي، وكان فيها اياد نصار وبالترميمي وبعض يعني الكتاب وجمهور كتير جدا كبير جدا. يعني اياد نصار بيقول لي انه لما كان بيتعرض الاختيار، لا يعني الناس في الاردن في سوريا في الخليج الناس كلها كانت متفاعله مع المسلسل. يعني انت عندك المساحه او الساحه خلينا صحيح. نقول مواتيه والظروف مواتيه انك انت تعمل دراما الناس مش بس هتشوفها في مصر، انت مؤثر يعني، فعليك ان تدرك تاثيرك ده الحقيقه حجمه قد ايه عند الناس العاديه، سواء انت انعكس كده حتى لو ماتش كوره مصر بتلعب الحقيقه كل الناس بتتفرج، فانت ليه يعني يعني لو الفن من القوه الناعمه بتاعتك هو ده بالظبط. فعشان كده لو الفن انت عارف مدرك تاثيره يبقى لازم يبقى فيه كده زي ما بقول خط انتاج لهذه النوعيه من الاعمال. ازاي بقى ما اعرفش يتعامل، لكن فعلا لازم يبقى في خط انتاج لهذه النوعيه من الاعمال. يعني لا تعول لا تعول على الامجاد القديمه طول الوقت، لازم يبقى في امجاد. احنا بنقعد نعدهم، احنا ممكن نعدهم على صوابعنا يعني، سواء في المخابرات في التاريخ في السير الذاتيه على صوابعنا. عايز بس كمان اضيف انه من مزايا هذا المسلسل
انه كمان الشخصيات اللي هي الانتاجونست او الشريره يعني اللي هي قسم البطل مكتوبه حلو برضو ومكتوبه كشخصيات انسانيه. يعني مش معنى انه هو عدو او شرير انه دراميا يبقى مسطح او يبقى شخصيه تجريديه. لا، لازم يبقى شخصيه برضو من لحم ودم. واسمع افكاره، لازم اسمع افكاره، لازم اعرف دوافعه حتى لو هو خصم، حتى لو هو عدو. فده برضو احيانا في الدراما الوطنيه يعني بيتخاف منه او بيستبعد، يعني مش مهم الطرف التاني يبقى موجود، لكن ده مهم جدا، لانه كل ما كان الخصم قوي وعنده منطقه وعنده دوافعه، كل ما ده خلى كمان البطل اقوى ودوافعه اقوى، لانه لازم يرد على كل الحاجات دي، لازم يرد على قوة الخصم، لازم يرد على منطق الخصم، فلازم يبقى صاحب منطق اقوى وصاحب قوة اقوى. فده بيعلي من كل ما عليت من الشرير كل ما هعلي من البطل. سنة ورا سنة بيقدم الاختيار ملحمة وطنية لأبطال عايشين بينا حتى اللي استشهد منهم، أبطال حقيقيين من دم ولحم وحكايات شفنا تفاصيلها كلنا. كل واحد كان بيشوف الحكاية من زاوية مختلفة. ممكن شدك وقتها بوست على الفيسبوك أو شفت جزء من الحكاية، لكن الأكيد إنك عمرك ما شفت الحكاية بزواياها المختلفة، ولا عمرك قدرت تقول إنك شكلت صورة كاملة لحد ما جه الاختيار وطرح قدامك بالصوت والصورة والدراما والوثائق ملحمة وطنية خالدة بتفتح قدامك حقائق وبتخليك تطل على كل الزوايا وكأنك بتشوفها لأول مرة. ملحمة بكل بساطة بتحرك مشاعرنا وبتعزز روح الانتماء خصوصاً عند الأجيال الجديدة. طب لو حبينا كده نأرخ للدراما الوطنية يا أستاذة علا، نقول إنها بدأت بشكل حقيقي إمتى؟ بشكل حقيقي هو مع دموع في عيون وقح. يعني ده لو هو بشكل فعلي، دموع في عيون وقح كان أهم يمكن تجربة من ملفات المخابرات المصرية. متفق معها أستاذ. قبل كده كان في السينما زي ما حضرتك أشرت في المقدمة، يعني إنه كانت السينما هي اللي بتعمل الدور ده. بعد كده جت مجموعة من التجارب، يعني يمكن اتعمل الثعلب، اتعمل الحفار، اتعمل السقوط في بئر صعبة، أغلبها أعمال متفاوتة النجاح، ما حققتش نفس النجاح، ولكن يفضل درة هذه الأعمال هو رأفت الهجان بكل أجزائه. ويمكن هو كمان اتعمل الجزء كان متوقف هيتعمل له أجزاء تانية ولا لا، الإحساس الحالة كلها، والحقيقة أنه هو يفضل لحد دلوقتي هو درة هذه الأعمال. صحيح. طيب خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الدراما الوطنية. أنا بشوف الحقيقة يعني المنتج الأحدث زي أعمال الاختيار، هجمة مرتدة، بشوفهم متميزين الحقيقة على درجة عالية من الأهمية أن يكون عندنا منتج درامي مصري يتناول هذا القدر من الثوابت الوطنية، الجهد الوطني، الجهد الأمني على وجه التحديد، لأن الحقيقة هذه المساحات لم تكن معروفة على هذا النحو وبهذه الحرفية والمهنية والإنسانية أيضا على الشاشة المصرية. هذا الإنتاج مؤخرا وصل إلى عقول وقلوب الشعب المصري والشعوب العربية من أقصر طريق، تميز بصدق كبير جدا. برحب بحضراتكم من جديد وبنستكمل حوارنا عن الدراما الوطنية مع الأستاذ علا الشافعي والأستاذ عصام زكريا. ويمكن الأستاذ علا قبل الفاصل كان بتكلم عن يعني مسلسل رأفة الهجان وإنه بيمثل البداية الحقيقية للدراما الوطنية، لكن كان في جاب كده، كان في فترة طويلة. وسؤالي للأستاذ عصام، من دموع في عيون وقحة لغاية لما مسلسل رأفة الهجان، هل الغياب ده كان غياب يعني راجع لأنه الناس خايفة أنها تخوض في هذا المجال، مجال الدراما الوطنية؟ هي عادة الدراما الوطنية بتتعمل بتوجيهات عليا، يعني ما ينفعش أنه يجي القناة أو تيجي المنتج يقرر أنه يعمل
دراما من الملفات المخابرات من غير موافقات، فبتفضل دي في انتظار لحظة يعني سياسية معينة بترى فيها الجهات السيادية انه محتاجين دلوقتي عمل وطني. اعتقد ان احنا طول الوقت محتاجين اعمال وطنية، وانه التخوفات يمكن كانت في فترة مبالغ فيها شوية او ليها اسباب يعني غير يعني مفهومة، لكن اعتقد انه دلوقتي ممكن انه تعمل، واحنا بنشوف دلوقتي كل سنة يعني وفي ملفات كتيرة جدا. الجهات المسؤولة حست انه الناس محتاجة ده بالضبط، يعني محتاجين كمان عن حرب اكتوبر مثلا وعن حروب، يعني للأسف الاعمال اللي اتعملت سواء في السينما او في الدراما التلفزيونية يعني قليلة جدا وهزيلة، تكاد تكون هزيلة مقارنة بالتطور الرهيب في السينما الحربية. وحضرتك كنت بتتكلم على الانتاج الروسي في خلال العشر سنين اللي فاتت دي، ما فيش سنة كانت بتعدي من غير ما يتعمل افلام عن الحرب العالمية الثانية. ما نقولش بقى حرب اكتوبر اصلها عدت بقى لها كتير، الناس بتعمل لسه عن الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، لانه التاريخ احنا هو ده كمان الهوية والوعي، هو ادراكنا لتاريخنا وربط الماضي بالحاضر، هو ده اهمية هذه الاعمال. يعني انه تاريخ اوروبا الحديث كله مبني على الانتصار في الحرب العالمية الثانية، عشان كده لازم طول الوقت نفضل فاكرين الدرس ده، اللي هم الاوروبيين فكر كده انه لازم نفضل فاكرين درس الحرب العالمية الثانية. فاحنا كمان لازم نفضل فاكرين يعني، لانه ده اللي بيربط الاجيال ببعض، يعني عندنا ابطال عاديين، وخاصة انه على عكس القادة الكبار بالظبط، خاصة انه على عكس طبعا المتوقع الفيلم اللي اتعمل الممر نجح مع الشباب الصغيرين. صحيح. نجاح غير منتظر وغير متوقع، لانه كانوا فاكرين انه الشباب دول يعني ايه مش هيهتموا بالحاجات اللي عدت بقالها 70 سنة دي، لكن اكتشفوا انه لا، ده بالعكس، ده هو يعني ربطهم اجتماعيا وربطهم بالتاريخ وربطهم بوطنهم بشكل ده صحيح كبير. ده صحيح، فمحتاجين نشتغل على ده خاصة، ويعني كلام حضرتك يا استاذ علاء انه عندنا ابطال عاديين يعني ناس بسطاء، مثلا في حرب اكتوبر عبد العاطي صائد الدبابات، يعني ده يستحق انه يتعمل عنه ملحمة. هو بص حضرتك، انا طول الوقت بشوف ان احنا الحقيقة عندنا قصور كبير جدا في فكرة انتاج الاعمال الوطنية او التاريخية، واللي بتأرخ لشخصيات ومراحل بعينها. يعني احنا مش بس هقول حرب اكتوبر، من بداية من حرب الاستنزاف، وده مهم جدا لفكرة روح المقاومة. انت بتعلم الناس ازاي اللي هي خلاص، يعني انت كنت فاقد الامل تماما وحياة الاحباط دي، ولكن كيف تعيد بناء نفسك من اول وجديد. وبشوف ان ده مهم مش بس ان احنا نعمل اعمال عن السنوات الحديثة في التاريخ المصري الحديث، ايضا نرجع لتاريخنا من ورا. يعني من الحاجات المهمه جدا والدراسات المؤثره بتقول ان الدراما هي الاكثر تاثيرا، وان كتير حتى من المتعلمين وغير المتعلمين بيتلقوا معلومات حقيقيه من الدراما. ما هي يمكن النقطه دي هي بتخوف، هي تخوف. عشان كده لازم يكون في حرص ان انت بتشتغل ازاي. تشتغل ازاي بقى؟ بدايه من التوثيق، مراعاه حتى الشكل الاجتماعي، كانت البلد شكلها عامل ازاي، الازياء عامله ازاي، التاريخ، لان انت كانك بتعمل عمل بيوثق. يعني هو زي ما حضرتك بتقول كده، التوثيق لحياتك اجتماعيا سياسيا بكل مراحلها، شكلها كان عامل ازاي. فده مهم جدا، هي محتاجة امكانيات كبيرة. ويمكن هي كمان مش بس حساسية الملفات دي في التناول، ايضا الميزانيات طبعا. انت محتاج فعلا ميزانيات ومنتجين كده يبقوا، يعني اقدر اقول شوية ابطال. هو جزء منها لازم يكون دولة ورعاية الدولة وكل مؤسساتها ان هي بتشتغل على ده، مشروع كامل متكامل. انت تربط الماضي بالحاضر. حضرتك انت لما بتيجي في برامج بتتعمل بيسالوا حرب اكتوبر كانت امتى، في ناس بتقول كلام يعني صحيح. يبدو عبثيا الحقيقة الغاية جدا للأسف. وده للاسف طبعا. وكمان ده بيواجبوا قصور حتى في المناهج التعليمية. انت حتى ما بنشوف المناهج التعليمية دلوقتي، احنا كنا بندرس تاريخنا الحديث بندرسه بتفاصيل اكتر واكتر، والتاريخ القديم حاليا حتى المناهج بقت
يعني مبسطة تبسيط مخل. لما بنشوف الكتب اللي بتدرس حاليا الحقيقة دي حاجة مفجعة. وده ممكن تعوضه الدراما. طبعا هو ده بقى ده اللي انا بقصده، ان انت تعوضه الدراما وعندك مساحة كبيرة على فكرة. انت ممكن تعمل حتى فيما يتعلق بالحاجات الوثائقية تقدم حاليا على المنصات العالمية بتقنيات حديثة مبهرة جدا وملفتة للنظر. انت ممكن تقعد تتفرج، انا اتفرجت على تاريخ كل القياصرة مش عارف مين، انت قاعد لان العمل معمول بشكل كويس او ما بين الدراما والتوثيق والديكو دراما. فاقصد ان ده يعني في اشكال فنية مختلفة تقدر تمرر فيها كل هذه الرسائل اللي انت عايز تمررها وطنيا وتربط الناس والاجيال الجديدة بكل تاريخهم. وزي ما حضرتك قلت وعصام قال ان عندنا الحقيقة بطولات يعني مهولة في كل مستوى، اسماعيلية ومقاومة اسماعيلية كلها دي اكيد الشعب والناس اللي خرجت طبعا، فكل ده يستحق ان انت تاريخيا ان هو يتوثق. الاجيال بتنسى، مفيش حد بيقرا كمان كتير بنفس الكثافة اللي احنا متخيلينها. صحيح. يمكن واحنا بنتكلم برضو عن انتاج مثل هذه الاعمال يا استاذ عصام، يمكن احنا اتكلمنا عن تحدي انك انت يعني ما تخرجش عن السياق اللي هو المفترض يكون مرسوم للشخصية نفسها لكي لا يحدث أثر عكسي. يعني إيه أهم التحديات الأخرى اللي ممكن تقابل المؤلف؟ إحنا أشارنا طبعا لأنه يبقى في كتابة درامية بالأساس فيها صراع قوي، فيها يعني مصداقية لازم تبقى تراعى، لازم يبقى في كتابة للشخصيات متنوعة، ما تبقاش كلها عبارة عن أنماط، تبقى شخصيات من لحم ودم بتغلط وبتخطئ لأنه زي يعني شخصية رأفت الهجان بالضبط. يعني هي قوة الشخصية إن هي تعرف تخطئ وبعدين تتدارك الخطأ بتاعها. يعني فبلاش شخصيات تجريدية، لازم يبقى في شخصيات درامية، لازم يبقى فيها صراع قوي، لازم تبقى مكتوبة كويس، يبقى في تفاصيل طبعا خاصة انه الاعمال تاريخية. حتى لو هنتكلم على من الفراعنة، يعني احنا عندنا يعني تاريخ الاف السنين. صحيح. فلابد من مراعاة بقى التفاصيل التاريخية دي، مش بس في الملابس، في الملابس وفي السلوكيات وفي اللغة، لانه احيانا ما بياخدوش بالهم من اللغة مثلا. يعني يجي نتفرج على عصر المماليك ونلاقيهم بيتكلموا، او عصر الفراعنه وبيتكلموا باللهجه العاميه المصريه اللي موجوده دلوقتي. لازم الحوار نفسه يبقى مكتوب بيراعي الدقه التاريخيه. يعني في الحاجات دي لازم باللغه العربيه الفصحى؟ لا مش باللغه العربيه الفصحى، لانه ما كانش بيتكلموا وقت المماليك ما كانوش بيتكلموا عربيه فصحى، كانوا بيتكلموا عاميه قديمه وصالحه على فكره للاستخدام، موجوده يعني. يعني هتلاقيها في بعض الكتب موجوده زي في الف ليله وليله، تقدر ترجع لمراجع قريبه هي وسط بين العاميه والفصحى، زي مثلا الزيني بركات. في الزيني بركات بالظبط، ابن ياس كان بيكتب بلغه فصحى ولكن بسيطه جدا، اقرب هي مزيج بين الفصحى والعاميه. فتقدر ان انت تعمل شغل على اللغه نفسها، مهم جدا، لانه ده كمان بيدي يعني اللي هو الاحساس بالمصداقيه وبالواقعيه ده. حتى لو احنا بنتكلم على حرب اكتوبر، هي اللهجه نفسها العاميه بتاعتنا اللي كنا بنتكلمها واحنا صغيرين دلوقتي مختلفه، لانه في مفردات كتيره دخلت، مفردات كتيره دخلت، وفي مفردات بطلنا نستخدمها. صحيح. كنا بنستخدمها وقتها. اعتقد انه فيلم الممر كان فيه مراعاه يمكن شويه للغه اللي هي كانت الناس بتتكلمها وقتها يعني. فدي مثلا من ضمن التفاصيل يعني المهمه. طبعا نمط الحياه اليومي، الناس كانت بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، بتعمل ايه، بتلبس ايه بتروح المدرسه عامله ازاي، يعني دي برضو كلها تفاصيل بتسري العمل ومهمه جدا. ان ديفيد شارلسون هون في اسرائيل دلوقتي استحاله، كل واحد سلاحه في ايده والاخر طلق. البلد دي محروسه بالمدد، وكل بطل بيقدم لها حاجه بيدخل في الدايره دي، دايره المدد، الدايره اللي كل واحد منهم هو ترس فيها، ترس بيكمل مشوار البطوله وقصه الكفاح، الكفاح اللي كل سطر فيه محتاج 1000 مسلسل ومسلسلات تنقل لنا جزء من سيرتهم،
من ملامحهم الطيبة، ملامحهم اللي قالت بشكل عملي إن في حياتنا حاجات تستاهل أي تضحية نقدمها ولو كانت بالدم والروح. جميل جدا. طيب الخط الإنساني، يعني احنا خدنا من الخط الرئيسي للخط الإنساني. الخط الإنساني إيه المساحة اللي ممكن المؤلف يتحرك فيها في رسم الشخصية نفسها؟ يعني مثلا هل يلتزم بالسيرة الذاتية بتاعت هذه الشخصية تماما، ولا ممكن يعني يعمل خياله وعقله وإبداعه؟ هو أحيانا الالتزام، وتحديدا مثلا لو احنا ضربنا مثلا يعني شخصية رأفت الهجان قصاد محسن ممتاز، انت هنا قدام ضابط مخابرات منضبط، يعني حتى الجمل محسوبة جدا، ولكن يعني انت حتى يمكن محسن ممتاز انا ما شفتش كتير من حياته الشخصية ايه، يمكن لان الفوكس او التركيز كان طبعاً على رأفت. فاقصد هنا ان انت عندك البطل اللي هو انت بتشوف رأفت بكل اخطائه زي ما قلنا، بكل ما يعني ما ارتكبه من حمقات نقدر نقول ده، وازاي بيرجع وعلاقته باخته وعلاقته باهله كل معاناه حتى في طفولته. اقصد ان هنا ده هو يمكن اللي بيقرب شويه البطل لينا، على عكس لو شخصيه ضابط انت يعني بنحاول شويه ننسن الحكايه، ان انت بتشوفه بقى بني ادم طبيعي بيتصرف ازاي، علاقته، وده يمكن حصل فعلا في الاختيار، حصل في هجمه مرتده، ويمكن يعني هيكون كمان في العائدون او الاختيار الجزء الجديد. الفجوه الزمنيه اللي هو من ساعه ما احنا يعني احنا اتفقنا مع الاستاذ علا استاذ عصام على انه دموع في عيون وقحه، ده اول يعني مسلسل نقدر نقول عليه يعني يؤرخ له كبدايه للدراما الوطنيه، من اول دموع في عيون وقحه لغايه الاختيار البطل نفسه كان اتغير. من 2012 كان في العميل 101، وكان في اعتقد كان في عده اعمال كده الزيبق الجزء الاولاني من الزيبق. لكن الفتره الزمنيه بتكلم عن الفتره الزمنيه اتغير فيها شكل البطل، يعني اتغير من دموع في عيون وقحه جمعه الشوان لغايه الاختيار لغايه الله يرحمه احمد منسي الشهيد. ابطال دموع في عيون وقحه او بطل دموع في عيون وقحه الجيل ده ما شافهوش، لكن عاصر منسي شايف ده ازاي؟ ده مهم وده مهم. الوطن هو تاريخنا كله، يعني مش تاريخ الحديث فقط، ولكن عمليه الوعي والانتماء هي مستمرة، ولو عملنا عمل عن الفراعنة فهو بيتحدث عن الحاضر. أنا كنت عايز أسألك زي فيلم الناصر صلاح الدين بالضبط، أنا كنت عايز أسألك في هذه النقطة، هل احنا محتاجين نعمل عمل مثلا عن أحمس مثلا؟ طبعا. احنا عندنا تاريخ مليان، يعني أنا فاكر ممالك النار رغم أنه اتعمل يعني لأهداف يعني معينة، لكن مهم فترة، دي فترة مهمة جدا في تاريخنا. فكل التاريخ، وعلى فكرة مش بس البطولات، حتى يعني حتى الفترات الصعبة، حتى صراعات الزيني بركات، ما هو أنا أقدر أحطه برضو كعمل تاريخي بيزيد الوعي وبيربطنا بهذا التاريخ، لأن احنا لازم نرتبط بتاريخنا مش بس باللحظات المجيدة فيه، لا كمان حتى بلحظات الانكسار زي ممالك النار، يعني اللي هي كانت الهزيمة يعني بعد كده الأتراك يعني استعمروا العالم العربي 500 سنة. فدي لحظة يعني حاسمة في التاريخ العربي، لابد من احنا نرجع لها ونشوف أسباب هذه الهزيمة، نشوف أسباب هذا الانكسار علشان ما نكرروش، علشان نتعلم من دروسه. صحيح. فمش بس احنا بنتكلم على اللحظات الانتصارات العظيمة او الحاضر، لا اعتقد ان الاعمال القديمة زي مثلا الممر بنتكلم على حرب الاستنزاف، فمس الجيل الجديد زيه زي الاعمال اللي بتتكلم على من كام سنة فاتت. صحيح. يمكن يعني السؤال دلوقتي انه المؤلف خلينا نقول مش هايب، ما عندوش هيبة الإقدام على تصدي لعمل دراما وطنية، لأنه شاف أنه هذه الأعمال خلينا نقول حتى بلغة التجارة لا واكل السوق، يعني الناس بتتفرج عليها وبتقبل عليها، والمعلنين يعني بيقبلوا أنهم يعلنوا في المسلسلات الدرامية، هل ده هيساعد أنها هذه الأعمال تكتر؟ لا أنا هختلف معاك. على فكرة المؤلفين حاليا ممكن يبقوا بيخافوا جدا من النوع ده، يخافوا جدا لانه هو طول الوقت هو معرض للهجوم.
يعني لو احنا يعني احنا حضرتك اتكلمت في السياق عن احمس وتفتكر الواقع ما حصلت ازاي مع الصور ولما نزل التريلر وكل ده رد الفعل قد ايه كان عنيف على السوشيال ميديا ومن المتخصصين عنيف جدا صحيح الحقيقه فده بيقول لك ان لا يعني هي البدايه من الاساس ان انت عندك هل مؤلف مهتم عنده الوعي باهميه هذه النوعيه فكره ان هو بياخد وقته في التحضير ده مهم جدا انت تاخد وقت ان انت تحضر كويس قوي تبقى في توثيق للمعلومات يبقى عندك اكتر من مصدر يبقى عندك مرجع في الفتره الزمنيه مرجع تاريخي او مصدر يعني ممكن يبقى هنا استاذ متخصص بيراجع معاك كل الداتا ويبقى اكتر من حد لان في يعني احيانا بتروى الروايه التاريخيه باكتر من وجهه نظر فلازم يكون عندك هذا التحقق فاقصد عشان كده فتره التحضير مش فكره يلا نعمل احمس يعني مفيش حاجه اسمها في الحياه كده اصلا او يلا نعمل اي مسلسل لا هو انت بتشتغل ازاي عشان المسلسل النتيجه تبقى مرضيه ومبهره رايك يعني انا طبعا متفق جدا في انه لابد من بذل جهد كبير جدا في المراجع وفي التدقيق وفي المصداقية وفي الحاجات دي كلها استاذ علي بتقول لنا انه لكن في نفس الوقت ما هو طبعا في نفس الوقت لابد من اعطاء الحريه للكتاب ان هم يعملوا خيالهم وان هم يعملوا دراما مظبوطه لانه التاريخ ممكن انا ارجع ما الاقيش اذا هلتزم تاريخيا الدراما هتبقى ضعيفه ممكن اضيف شخصيات ممكن اضيف احداث ممكن احذف شخصيات ممكن ادمج شخصيات ببعض انا لسه كنت بتفرج على فيلم عن واقعه تاريخيه في مش فاكر على فيلم اجنبي يعني ورجعت للواقع فاكتشفت انه الكاتب دمج اكتر من شخصيه ببعض وغير مش عارف احداث ايه وعمل ايه الناس بتتعامل مع الموضوع ده بشكل عادي من غير بقى ايه لا ده انت غلطان لا ده ما كانش شعره اصفر ده شعره مش عارف ايه لا ده دي كلها عادي يعني من حق طبعا ما ننساش طول الوقت اللي هو الحاجه اللي لازم تفضل كده يعني قدام عينينا طول الوقت ان دي دراما كلمه دراما اولا تاريخيه وطنيه بوليسيه ايا كان بس هي لازم تبقى دراما اولا والدراما ليها اصولها وليها تقاليدها وليها شروطها فمن حق المؤلف يعملوا شغلهم طبعا ويبحثوا وبعدين انا لما يعني الناس تنتقد وتقول والله لا صحيح يعني الوقائع التاريخيه دي مش مظبوطه على فكره هي قيمه الاعمال الوطنيه والتاريخيه مش ان هي بديل عن الكتب او بديل عن المراجع لا بالعكس هي فرصه للناس انها تقرا بالظبط فهي انا لا يعني يقول لي ايه لا هو المسلسل غير التاريخ ماشي ما هو غير التاريخ اللي عايز يعرف تاريخ يرجع لكتب التاريخ انا بعمل دراما بالعكس هو لازم المتفرج يعني ما يبقاش كسول ما يعتمدش على المسلسل ان هو ده التاريخ لا لازم يبقى عارف ان دي دراما ويروح يدور على التاريخ بقى في حاجات تانية وفي كل كسول ما هو طبعا وفي كل الأحوال الدراما الوطنية أثبتت حضورها في السنوات القليلة الماضية وأعتقد أنه إحنا كمشاهدين من حقنا أن إحنا نشوف أبطال آخرين غير اللي إحنا شفناهم السنين اللي فاتت لأنه تاريخنا مليان ومليء بهذه البطولات وبهؤلاء الأبطال حلقتنا النهاردة كانت عن الدراما الوطنية والهوية المصرية شكرا جزيلا للأستاذ عصام زكريا النقد الفني الأستاذ علي الشافعي النقدة الفنية كده تنتهي حلقة النهاردة من حكايات 60 سنة دراما نشوفكم في حلقة مقبلة بإذن الله.